إنما نحن جنود نحرق العار بنار، سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ عساكم طيبين. عبد الرحمن أو ميدل إيست بيست معاكم، شخباركم شو مسوين ورايحين وجايين؟ عساكم طيبين ومستنسين. اليوم جايب لكم أنبوكسنج البيس فور، لله الحمد تم شرائه بعد عنان طويل. شريتها من مكتبة جرير، نسخة أوروبية ب1800 ريال. بصراحة يلا اني لحقت عليه اللي هو يوم الجمعة. زي ما انتم شايفين هذا عبارة عن الانبوكسنج له، هذا الشكل الغلاف الخارجي له. تلاحظون انه جهة هذه موجود فيه الاكسسوارات اللي يجي مع سماعات، ويجي مع سلك HDMI وسلك الشحن اليد، ومع بلس 14 يوم بس تضطر ضروري يكون عندك فيزا يعني عشان تقدر تفعل خدمة البلس. أتمنى الشعب يكون مركز من هالناحية، يعني إذا ما عندك فيزا اللي هي ما تقدر تفعل 14 يوم، فلذلك لازم تشتري لك بطاقة بلس. يحتوي على 500 جيجا بايت هارد ديسك داخلي HDD مو SSD. هنا لو تشوفون المكونات اللي قلناها لكم، لو تلاحظ الجهاز بصراحة ما توقعته بالخفة، خفيف. يجي معه يد واحدة بس، طبعا في احتمالية ان ينزل سعره لكن ما أكد لكم الشغلة، يعني اللي مستعجل عليه يلا خذه وتوكل على الله، بس تأكد ان يجي معه الضمان اللي هو ضمان الوكيل من عالم سوني نفسه. هذا بعض الكلام المكتوب على نفسه البوكس نفسه. هنا عرض الكل زون لعبتهم الحصرية. هنا يتكلمك عن بلاي ستيشن بلس. طبعا بلاي ستيشن بلس ضروري ضروري عشان تلعب اونلاين، انك تلعب فيه اونلاين لابد تكون عندك بلاي ستيشن بلس. طبعا فيه 90 يوم وفيه سنة كاملة 365 يوم. طيب داخل الكرتونة كرتونة ثانية اللي هو الكرتونة البيضة اللي انتم شايفينها. طيب هذه اليد تكون مغلفة اللي هو دول شاك 4، اليد الأصلية اللي تكون مع نفس البلاي ستيشن. لو تلاحظون مكتوب عليها CE، تشوفونها من وراء انها مطابق لمواصفات على ما اظن الاوروبيه. هذه اليد زي ما انتم شايفينها، اليد اللي تجي معاه جميع النواحي. للي ما شاف تفاصيل اليد تلقى رابطه في الديسكريبشن، اتكلمت عن اليد سويت بينها مقارنه بينها وبين اليد القديمه ويد الاكس بوكس. طبعا هذا الكتاب اللي ما نستفيد منه نرميه. هنا الاسلاك، السلك هنا صاير ثلاثي كويس، اللي هو ثالث فيش يكون فيه اللي هو الكهرباء الساكنه، يفضل الكهرباء الساكنه فكويس. هذا اضافه جدا رائعه، انا اقدر الاسلاك اللي زي كذا بحيث ان تفضل الكهرباء الساكنه. هذا سلك HDMI جودته اعتبرها من الجوده، يعني مو بالعاليه عاليه ولا القليله، يعني المتوسطه يعني. وهذا سلك اللي يشحن فيه اليد اللي هو مايكرو USB الصغير، مثل سلك شواحن الجوالات مثل سامسونج وبلاك بيري، جوالات بلاك بيري نفس الشاحن. عندكم السماعات اللي تكون معاه، هذه إضافة جديدة اللي هو السماعات اللي تنشبك عن طريق اليد. السماعات اللي هو جوالات القديمة عرفتوها نفس النظام، جودتها مو مرة عالية بس انها تمشي الحال يعني. زي ما انتم شايفين تشبك في اليد، حطها في اذنك مع المايك اللي هو بيلت ان يوز اللي هو مايك يكون على السلك نفسه. هذا زر الميوت، ما في يعني تطول ولا تقصر. صوتها يعني مو عالي مره، انا جربتها.
الحين نطلع الوحش زي ما قلت لكم حجمه صغير مو كبير، اصغر من السلم في نظري يعني شفته، بس ما سويت مقارنه يعني بالتفصيل، لكنه خفيف واصغر وبالمواصفات هذه جدا رائع ما شاء الله. يعني ما توقعت الشكل الهندسي فيه رهيب، تصميم هذا هو زي ما انتم شايفينه، الجهه اليمين تكون خشنه من البلاستيك الخشن والجهه اليسار من البلاستيك الناعم، الناعم اللي هو على قولتهم يلقط البصمات، بس وش تسوي يعني من باب التصميم والشكل يعني على قولتهم الجمالي فحطوه. الحين اوريكم نظره قريبه عن منه، يعني قدام تلقون اثنين سلك يو اس بي، اليو اس بي العادي ما شفت لونه ازرق يعني اتوقع العادي ما هو باليو اس بي 3، وسلك الزر البوت اللي هو زر التشغيل وزر اخراج الشريط، هنا من الجنب يعلمك ان HDMI و HDMI والبلوراي والشغلات هذه، وهنا طقيت فيه حس اني انغبنت بغيت اطيحه. طيب هنا المداخل اوبتيكال HDMI الايثرنت ومدخل الاوكس اللي تبع الكاميرا. هنا زي ما انتم شايفين مكتوب ال HDMI والبلوراي، هنا مدخل الشريط، هنا اثنين USB 2.0، وفتحات التهوية تكون على الجنب موجودة بس تكون داخل ما تبين كثير، يعني ممكن اللي بيلاحظ الحين يشوفها. بس هذا اللي عندي، اتمنى انكم يعني اخذتوا نظرة كذا عن البلاي ستيشن 4 وعجبتكم، وهذا الاكسسوارات اللي معاه ان شاء الله كل شخص يحصل عليه ويستمتع في البلاي ستيشن 4، وفي القريب العاجل لا تحرمونا من تقييمكم باللايك والفيفوريت والاشتراك. كان معكم عبد الرحمن او ميدل ايست بيست، السلام عليكم، انا طالع. قالوا انها وعد نحن عصبة الاسد، فاتاهم زحفنا زائلون للابد، ثم نادوا حسمت انها قد رسمت، فاتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا انها وعد نحن عصبة الاسد، فأتاهم زحفنا زائلون للأبد، ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت، فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. إنما نحن جنود نحرق العار بنار، زيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. إنما نحن جنود نحرق العار بنار، زيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار، سنهد عرشكم وسنفني ملككم، فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار. إنها وعد نحن عصبة الأسد، فأتاهم زحفنا زائلون للأبد، ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت، فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد، فأتاهم زحفنا زائلون للأبد، ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت، فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار، هجر الديار دوما نحن فرسان النهار. عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار، هجر الديار دوما نحن فرسان.